خسر إبليس. قال إبليس من بداية حسود، حسد الشيطان، وبالحسد اللي عنده زرعه في الإنسان. فخالف الوصية وأكل من الشجرة. أول خطية قتل في البشرية كان سببها إيه؟ الحسد. بيعمل غل في الإنسان وقسوة، وللأسف أحياناً من الإنسان ما بيدرسش فيه، يخلي الأخ يقتل أخوه. قام قايين على هابيل وقتل ليه؟ طب ما تشوف ليه هو ذبيحته قبلت؟ ده في المثل البلدي بيقول لك غير ولا بيحسد. جيدا هو الغيره في الحسنى، الواحد لما يشوف حد في حاجه كويسه يغير انه يبقى زيه، مش لازم يهدم اللي قدامه عشان يرتاح. يشوف طب هو ليه بقى كويس كده واعمل زيه. جيدا هو الغيره في الحسنى، نبقى عايزين زي القديسين. ليه نقول يا بخت العذراء؟ طب ليه نالت الكرامه دي كلها؟ طب نعمل زيها؟ يا بخت القديسين، يا بخت انا طول عمري احسد القديس يوحنا، هو غير منه يعني، مش حسد عشان ما اقدرش اعمل الشعر، بالعكس انا اكرمه دايما. ليه خد الحب ده كله؟ ونحاول نتعلم. لكن الحسد خلى قايين يقوم على هابيل ويقتله. يوسف كان بيحب اخواته قوي، ولما تأخروا استأذن أبوه ياخد لهم أكل ويروح يخطفهم، وأبوه كان خايف عليه، لكن هو بكل الحب والقلب النقي راح عشان إخواته ما يتبعوش وهم بعيد، يروح يوديهم الأكل عشان يبسطهم، يوم هم يعملوا فيه اللي انتوا عارفينه يعني، مش هنحكي كتير. طب عمل لهم في يوسف ده رايح يقدم لهم خير. قالوا يلا صاحب الاحلام جه، عشان هو كان ببساطة قلب حلم حلمه وحكى لاخواته اقرب الناس ليه هيحكي معاه. فحقدوا عليه وحسدوه وسلموه للموت، رموه في الكوب. دول واحد من اخواته كان عنده شوية شفقة صغيرين، قال بدل ما نموته نبيعه بعوكعات. شوفوا الحسد والقسوة بتعمل ايه. الناس تبكي بعضيها، طب بيكون ناس ما عندهمش القضية دي وعندهم فضيلة حلوة، يفدوا غيرهم ويضحوا عشانهم، ودول أخوهم اللي رايح يودي لهم الأكل وبيفتقدهم بعوك عبد، وقرروا إن هما ما يشوفوهوش تاني.
عمل لهم ايه وست ولا حاجه. الحسد يوم القسوه، اول ما سليمان الملك جه وكان لسه شاب صغير وكان لسه بقى الناس ما قدروش يفهموا ده شاب بقى ويا ترى وضعه ايه، فكان اتنين سيدتين عايشين مع بعض وخلفوا في وقت متقارب، فواحدة ابنها مات فراحت مبدلاه مع ابن التاني، توكا رايحة تاخد من لا ده ابن جدي اللي مات، فراحوا يحتكموا للملك، كل واحدة تشد في الطفل ده ابني وابنها اللي مات، التاني يقول لا ده ابني انا وابنها هي اللي مات، وهنا كانت من المواقف الاولى اللي تدل بحكمة سليمان. سألوهم خلاص أنا هريحكم كلكم، نادى السياف وقال له اقسم الطفل ده نصين وادي كل واحدة نص، يبقى انتوا الاثنين تاخدوه. الست اللي هي مش امه قالت اه كده كويس انا موافقه. التانية لا ادهولها انا مش عايزاها، ادهولها. فسليمان في الحال فهم مين امه، فراح خده وقال لها خدي الولد، عارف ان الحسن يوم القسوة تقول للأكل وأحيانا ما تدراش، مش دايما كل حاجة الأكل أكل كده، ده ممكن في أكل أدبي أكل معنوي، الناس تشهر بحد تطعن فيه تفتري ويعرفوا بقى مين اللي يقدر ينشر الخبر، في كل مكان كده بيبقى معروف مين الرويتر اللي بتاع بتوع الاخبار، قولوا بس الخبر، قول بس الخبر ده قدام فلان او فلان، يعني هتلاقيه وصل لكل مكان، فتلاقي الخبر ينتشر وهو يقف ويضحك او تقف تضحك وتبتسم. ده غير دلوقتي كمان مش محتاجين الشخصيات دهيت، اصبح بوسائل الاتصال او السوشيال ميديا فيسبوك والحاجات دهيت شير الناس تقدر تشير ويقلبوا الدنيا والتاني قالوا ما عملش حاجه او ما عملش حاجه، يعني أقصى حاجة يروح في أنا كذبت مثلا أو حاجة أو أدبت، في حين ممكن الحاجة دي ممكن تسبب في موت حد، حين تسبب في الموت فعلا ممكن ناس تقوم على حد، تعرف زي ما كان يفترى أحيانا على المسيحيين في بعض الأوقات كنت عندهم أسلحة في الكنايس، ده بيدربوا مش عارف إيه في الأديرة وكده، أو حد بيقول كلمة يخلي ضعاف النفوس يبرروا بنفسهم يروحوا يهجموا على مكان ويموتوا ناس قبل ما لهمش ذنب، والتاني مجرد تقول إيه؟ كلمة. تفتكروا مين الموت؟
المجرم الأكبر اللي بينفذ ولا اللي بيكون مصدر الافتراء؟ ربنا يسوع المسيح قال لبيلاطس اللي سلمني ليك خطيته ايه اعظم؟ خطيه شنيعه، لكن بيبني ثمرتها اول كل صاحبها. يوسف بعوعد لكن ربنا يقول كان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجحا، وهما بقيتهم اللي كان السبب في تنفيذ الحلم، الحلم اللي شافه هما خليهم دول في تنفيذه، فراحوا سجدوا ليه بالفعل وربنا اكرمه. دانيال كان محسود وحطوهم في الجبر، لكن ربنا نجاه، واللي حسدوه هما اللي اترموا بداله، دول حفروا لنفس حفرة وقعوا فيها. التلات فدية كذلك، فربنا بينادي ولاده، لكن في الآخر بيتكوي بالحسد دوت صاحبه. حتى التلاميذ الحقيقة قبل ما ينالوا النعمة وينضجوا مين فينا الأول؟ مين فينا اللي له كرامة أكتر؟ فربنا يسوع المسيح وطى وغسل أقدامه، قال لهم ملوك العالم يسجدونهم والرؤساء يتسلطون عليهم ويضعوا محسنين، أما أنتم فلا يكون بينكم هكذا، بل من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن خادما للكل. وانحنى وغسل أرجله وقال مقدمين بعضكم بعض في الكرامة، وده للحقيقة اللي آباء الرسل بعد كده عملوه. يهوذا حقر ازاي ربنا يسوع المسيح يتسكب على قدميه وعلى راسه بايد غالي كده، وكان ممكن هو ياخد الفلوس دي كلها. عشان كده الحادثه دي بتتقري يوم الاربعاء، في اليوم اللي راح اتامر عليه على طول، فيبيعوا الكلام بثلاثين من الفضة، واحدة تدفع أكتر من 300 دينار، 300 دينار ده يعني كان إيه؟ كان تساوي مثلا أجرة عامل لمدة سنة مثلا، عارفين المثل اللي ربنا قاله، يعني كل واحد يشتغل وياخد في نهاية اليوم دينار. لو حسبنا السنة وخرجنا منها السبوت اللي هي أو الأجازات وكده، يطلع تقريبا شغل سنة. لطيب خاطر جابته وسكبته،
نزل من يهوذا يروح يسلمه 30 من فضة، عايز هو اللي ياخده، وفي الآخر ما خدش حاجة غير شنق نفسه ورمانه 30 من فضة وما خدش حاجة أبدا. أسلموه حسدا، وقسوتهم قالوا اصلبوا. احيانا الواحد بحسده ما بيدورش على الصالح فين، مع ان كانوا مستعبدين للامبراطوريه الرومانيه وبيشتاقوا لليوم اللي يتحرروا فيه، لكن لم يحتملوا ان يهتف له. فاحد الشعانين اصنى يا ابن داود، اصنى في الاعالي، مواربه هي مملكه ابينا داود. فقالوا لبعضهم ايه، انظروا العالم كله مشي وراه، يعني انتوا بقيتوا خلاص لا مد لكم ولا كرامه ولا سلطه. ورغم كل النبوات كل الأحداث بكل وضوح تقول أن هذا هو المسيا المنتظر مخلص العالم، لكن يجوا قدام بلاطس هو عايز يطلبه، يقولوا لا. إن أطلقت فأنت مقاوم لقيصر، أو هم عندهم ولاء للمستعمر أكثر من المستعمر نفسه. إن أطلقت فأنت مقاوم لقيصر، ليس لنا ملك إلا قيصر. للدرجة دي الحسد والحقد يخلي الإنسان يعمل كده، يبيع شعب ويبيع وطن ويبيع نفسه. ومن المفارقات لما فشل انه يعني يقنعهم، قال لهم طيب انتوا في العيد بيجي متعودين اطلب لكم اسير او يعني حد محكوم عليه، ايه رايكم اطلب لكم يعني ايه اللي بتقولوا عليه ملك اليهود؟ يقول لا، ليس لنا ملك الا قيصر، اطلق لنا باراباس. من هذا باراباس؟ عمل فتنه وقتل في الشعب، قاتل الاوم الميت، اموتهم قومهم، ابن كيايوس، ابن أرملة نايين، لعازر فتح العميان، أقام المقعدين، كل ده أسلوبه. وأطلق لنا باراباس ليه؟ لأن العالم كله مشي وراه ويضيع عندنا. يبقى إحنا إيه؟ أقل منه؟ إحنا ملناش لازمة؟ مش مهم أي حاجة تاني. كتير احنا بنعمل كده على فكرة، واحد يبقى عايز إن لم أكن أنا الأول أو لي دور أو وضع معين، إن شاء الله يكون حد تاني صالح، مش مهم. الدنيا بتخرب، بس لازم أكون أنا فين الأول؟ أنا فين الأول؟ ما يهمنيش صالح الكنيسة، صالح البلد، صالح أي حاجة، المهم أنا فين؟ أطلق لنا باراباس. يقول لهم وده أي شيء عمل، عمل إيه؟ لا، جعل نفسه
إله وملك لدرجة بيلاطس نفسه ارتعب. مراته بعدين وقالت له إياك وذاك البار، لأنني قد تألمت كثيرا من أجله. لكن الصوت كان عالي، دايما الشر صوته عالي، والجسم بيبقى صوته عالي، واحد عايز يغلوش تعرف له خلوه بالصوت كده عشان ايه؟ اللي يكون فيه حترة وجسم يبقى ضوضاء وهيصة قوي، غلوشة. فراح رسل إليه قال هات ميه، قال إني بريء من دم هذا البار. قالوا دم علينا وعلى أولادنا. وقد كان يعني ربنا نبهكم، قال كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيك ولم تريد. هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. جه وقت في حصار إسرائيل، في حصار أورشليم، الأمهات الحنائن طبخن أولادهن، كلوا أولادهم واتبهدلوا، هي كانت هدم. تيتوس لما دخل شاف مجد الهيكل بهر، فوصى القادة بتوع الجيش بتوعه قال لهم اوعوا تحرقوه، قال لهم قالوا لو ما دمرتش وحرقت الهيكل بتاعهم ده هيستقتلوا فيه، إن ده مجدهم عشان تقضي عليهم لازم تقضي عليهم. قال لهم أنا عارف بس برضه ما تحرقوش. أما اشتدت الحرب فخلفوه، لقوا إن اليهود خارجين يقتلوهم، طب ما بدهاش بقى، راحوا ولعوا فين؟ في الهيكل. تيتوس قعد يوقفهم لدرجه يقول بح صوته في ذلك اليوم، عايز يمنعهم. لكن ما قدرش، لان كان امر الله نفذ، فإنكم يطرق الحق اقول لكم لا يترك هنا حجرا على حجر الا وينقض. حرق. واللي قال اصلبه اصلبه لما شافوا كده خلاص مجدهم راح تماما. فاللي مات بالسيف مات، الباقي قال راحوا رموا نفسهم في النار، قالوا ما لنا والحياة، خلاص رموا نفسهم في النار وماتوا. إن أجرة الخطية موت. حكموا على انفسهم، هم اللي نفذوا زي يهوذا. نار الخطيه جوه قاتله. يهوذا راح شنق نفسه، واليهود دول زكوا انفسهم في النار من جوه. إن أسلموه حسدا. الحسد ده من خطايا اللي أحيانا ما بناخدش بالنا منها ونخترع كده ونصدقه، ودي من الخطايا اللي أحيانا نقاتل فيها حتى اللي بيبقوا قريبين من ربنا اللي بيخدموه أحيانا. وبيقرب الناس لبعض، إن
الواحد احيانا ما بيحسدش اللي بعيد، لكن القريبين من بعض بيبقى الحسد ده قوي وده خطرته. عشان كده يقول ربنا يسوع المسيح: ليس نبيا بلا كرامة إلا في وطني وبين أقربائه. ليه في وطنه وبين أقربائه؟ إن عاشوا مع بعض. إزاي ده توجيه يطلعوا مميزين ويختلفوا عننا؟ إحنا نفس النشأة، نفس الوطن، نفس الظروف، نفس العمر. ليه ده توجيه تبقى كده وإحنا لأ؟ الحسد يبدأ يشتغل. عشان كده قال: ليس نبيا بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه. عشان دي كده من الخطايا الصعبة اللي بسببها ربنا يسوع المسيح اتصلب ومات على الصليب. لكن ربنا يسوع المسيح ادانا نفسه مثل: انتوا بتحسدوا وعايزين تبقوا آلهة، طب انا هاني وابقى انسان. والاخلى ذاته اخذا شكل عبد، صائرا في شبه الناس، اذ وجد في هيئته كانسان. هو اللي نزل وبقى زينا واطاع حتى الموت، موت الصليب. لابد ان ننتبه. قال لي: احنا ما زلنا في مصر المسيح بحسدنا. ده احيانا في ناس تستقر على بيت ربنا انه يبقى كويس. عارفين يهوذا لما قال: لماذا هذا الاتلاف؟ كان يمكن ان يباع ويعطي للفقراء والمساكين. في ناس احيانا: وليه الكنايس تتوضا؟ وليه المصاريف دي؟ الفقراء اهم، الفقراء اولى. لكن ده يقول لك: قال هذا ليس لانه يبالي ايه بالفقراء. السيد المسيح لما عمل المرضين دوت قال لهم: لا تزعجونا، المساكين معكم في كل حين، اما انا لست معكم. اللي بيدي هنا هيدي هنا على فكره. كان يجب عليكم ان تفعلوا هذه ولا تتركوا ايه؟ فتنه. مين قال ان حاجه بتبقى على حساب حاجه؟ ابدا. اللي بيحب ربنا بيحب ينفذ وصاياه. فاذا كان هو وصى اخوته الاصابر، هتلاقي بيحب ربنا يهتم باخوه الرب ويرعاهم ويديهم احتياجاتهم. اللي بيحب ربنا يحب بيت ربنا برضه، ويحب ان يكون في افضل وضع. ده داود النبي ما هنش عليه يبني القصر بتاعه وما يكونش في بيت لربنا كويس. ازاي انا اعيش في قصر وتهوت الرب في الخيام؟ فبنى ربنا، قال له: خلي ابنك يبني. اتبنى هيكل حتى اعداء اليهود زي ما قلت لكم من شويه جهروا بيه وما كانوش عايزينه يعني يتحارب. ومين اللي حدد المواصفات والمأساة وكل حاجه في ربنا بنفسه؟ ان ازاي بيوت ربنا ما تبقاش طريق لصاحب المكان. اذا كنا احنا بنجمل بيوتنا ونهتم بيها، وكل واحد يبقى عايز مكان يبقى في احسن وضع. فاللي يحب ربنا يحب ان بيت ربنا برضه يبقى ايه بحاله كويسه. لكن صدقوني احنا بنشوف الحكايه ده اهي. يجي يتوضب مكان، طب وليه؟ ما الحاجات دي تتوزع علينا، او يعني محتاجين اكتر. طب
جماعة الكتب بتاخدوا برضه ربنا بيدبر ومحدش بيتخلى عن حد. لكن ليه حق نحسد ربنا حتى على بيته؟ ده احنا يعني محتاجين كنايس أضعاف أضعاف اللي إيه؟ اللي موجود. لكن ما زال في ناس عندهم الحسد حتى في إيه؟ في بيت ربنا. يستكتروا من بيت ربنا يبقى كويس. الحسد خطية صعبة بدأت مع الإنسان من بداية خلقته أو في السقوط الأول، واستمرت في نماذج كثيرة 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 في الكتاب وفي تاريخ البشرية، وتجلت في صلب ربنا يسوع المسيح. اللي يفكر فيكم زي ما بنفكر النهارده، هم ليه صلبوه؟ في حد يقول لي أي سبب آخر؟ حسد. بس الحسد اللي بقوله مش العين، عشان في ناس كده بتاخد الكلمة وتطبقها غلط بقى، يبقى أنا عارف فلان دي عينها وحشة، فلان دي عينها وحشة، شوفوا سيدنا قال في حسد أهو، ويفضلوا الناس يشيلوا من بعض ويقعدوا بعض، لا ده شغل اشتغل. لكن الحسد زي ما قلنا إن الواحد يعني يحاول يضر الشخص اللي بيحسده، مش مجرد بص كده خلاص البصة يعني، لا مش بصة وبس، ده بيبقى فيه كلام، فيه أفعال، فيه تصرفات، فيه تضر وتأذي الشخص اللي احنا بنحسده. فياريتنا ننتبه للحتة دهيت، وخصوصا زي ما بقول لكم خطية احيانا محدش بيدرى بيها، حتى بين اللي هما بيبقوا نشطاء كده، لو حسوا ان ما خدوش مكانتهم او دور حد خد دور احسن منهم ممكن ما يحتملوش، يلاقي لهم انه مظلومين كمان مش مجرد حاسدين. فاليهود بحسدهم صلبوا المسيح. ربنا يحفظنا ويدينا ان نكون انقياء القلب، يكون عندنا غيره في حسنا، لكن مش الحسد الشرير، وللمحبه لا تحسد. والجيد ان هو الغيره في حسنا، لكن للمحبه ايه؟ لا تحسد. وكل سنه وانتم طيبين.